بداية العام الدراسي اللي بدأ قبل أيام. طبعا وصلتنا عدة مقاطع فيديوية تشتكي أو توضح مدى الإهمال اللي موجود بالمدارس بشكل عام، ويمكن هي أصبحت يعني الأمور واضحة جدا للعائلات وأيضا لوزارة التربية. هناك بعض الأمور يتم السيطرة عليها وأخرى لا. بشكل عام الفيديوهات اللي دي توصلنا احنا دا ننقلها مباشرة، وديكون اكو رد من وزارة التربية عليها بشكل سريع. للأمانة اللي وصلنا اليوم عفوا لأحد المدارس بمحافظة ديالى، الفيديو يظهر به حجم الإهمال والخراب الكبير بالمدارس الحكومية في محافظة ديالى، علما احنا البارحة ايضا ناقشنا موضوع في ديالى. الموضوع ما مقتصر على ديالى فقط، بكل المحافظات والمناطق وحتى من ضمنها العاصمة بغداد. خلينا نشوف الفيديو حاليا اللي وصلنا من ديالى، وراح يكون ويانا السيد كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية حتى نستفسر منه عن مجمل النقاط اللي دا يشتكي منها أو يشتكون منها الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة عاجلة وسريعة إلى من يهمه الأمر. طبعا هاي الأطفال حاليا ربع منعتها نص منعتها ما موجود. الصف ب 100 طالب و80، الشعبة بها 80 و100. طبعا خدمات ماكو منتهية. رجعنا جينا العام الدراسي الجديد واجت المعاناة، بدت المعاناة حاليا. رحلات مفلشة، الصفوف وسخة، قذرة بقى قذارة فيها قذارة يعني خنقة بوخة، جام كله مسدد بس هاي مفتوحة وهاي بنكة ترول زين. الصف ب 100 طالب زين. المعلم شلون راح يتحمل هاي الطلاب، والطلاب شلون راح يتحمل المعلم بعد قذارة؟ نعم دراسة جديد، أين الكوادر؟ الكوادر النقابية ما نعرف. من يباهل هاي الحالة؟ ما دانوا فيه. يبقى هذا الشعب المستضعف يعني في الوضعية هاي أطفالنا. وأطفالكم توصل إلى مراتب عليا وإحنا يعني نضل أولاد حمالة الحطب ما أعرف يعني. إذا شفنا هذا المقطع يمكن يمثل واقع الكثير من المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية في عموم المحافظات مو بس ديالى، ولكن يعني ما ننكر أكو حالات إيجابية وأكو تعاون من إدارة المدرسة أو معلمة الصف، لكن هذا طبعا هو ما معمم ولا مجبر على أنه المعلم أو كإدارة المدرسة أنه تقدم من يعني من يعني ذاتها.